إنها أيضا محامي مركز معلومات وادي حلوة الحقوقي في مدينة القدس. المحامي محمد محمود يقول إن المخابرات الإسرائيلية استدعت عددا من عائلات الأسرى المنوي الإفراج عنهم في مدينة القدس من أجل التحقيق ومن ثم التوقيع على شروط الإفراج والتي سوف تكون منع التجمهر والاحتفال. بالتالي على ما يبدو أن الاحتلال الإسرائيلي سوف يجبر عائلات الأسرى المقدسيين المنوي الإفراج عنهم في سياق صفقة التبادل هذه أن يجبر العائلات على توقيع على قرارات تقضي بمنع التجمهر أولا ومن ثم منع الاحتفال. هذا يأتي على ما يبدو تطبيقا أيضا لإعاز من وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير الذي هو وزير الشرطة الإسرائيلية وأيضا مسؤول عن مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي. كان قد أوعز بمنع ما يسمى الاحتفالات، لم تكن الاحتفالات أصلا واردة لدى العائلات المقدسية بحسب ما قال لنا ذو الأسرى، إنما كان من المتوقع أن يذهب ذو الأسرى من أجل استقبالهم ومن ثم من مراكز الشرطة أو الإفراج ثم إلى منازلهم، يعني مظاهر استقبال فقط وليست مظاهر احتفالية. بالتالي على ما يبدو أنه بالقوة سوف يمنع الاحتلال الإسرائيلي أي تجمهر أو تجمع لعائلات وذوي وأصدقاء وأقارب الأسرى الذين سوف يفرج عنهم في مدينة القدس. وفي حال الإخلال بهذه الشروط يتعرض ذو الأسرى المفرج عنهم للمعاقبة وللمحاسبة. في العادة يكون هنالك توقيع مكتوب على قرارات ومن ثم أيضا دفع غرامات مالية تدفع بشكل استباقي واحترازي تحسبا من أي خرق كما يسمى لمثل هذه الشروط. وبالتالي الذي تحدثنا عنه في السابق من مداهمة لمنازل الأسرى المنوي الإفراج عنهم وتصوير هذه المنازل واستدعاء العائلات تأتي في سياق التمهيد للإفراج الذي سوف يكون مشروطا في مدينة القدس، بحيث تكون الشروط منع التجمهر ومنع الاحتفال بحسب ما يرد من محمد محمود محامي مركز معلومات وادي حلوة الحقوقي في مدينة القدس المحتلة. هذا كان متوقعا زاهر تحديدا في مدينة القدس المحتلة التي لها خصوصيتها. العلم الفلسطيني من يرفعه في مدينة القدس يتعرض للاعتقال، أي مظهر من مظاهر التظاهرات تقمع في مدينة القدس، أي تجمعات وطنية للمقدسيين تقمع في مدينة القدس، لأن هذا يعتبره الاحتلال بأنه يفند الادعاءات بأن هذه المدينة هي فلسطينية وهي عاصمة الفلسطينيين. الاحتلال يحاول أن يبين مدينة القدس أنها خاضعة لسيطرته الإسرائيلية وأنها خاضعة لسيادته الإسرائيلية، لذلك يمنع النشاطات الوطنية، لذلك يعتقل المحافظين الوزراء، أي نشاط فلسطيني وطني في مدينة القدس يقمع في نفس السياق. وهذا طبعا لأن مدينة القدس هي خاضعة للاحتلال الإسرائيلي، هي تحت الاحتلال، رازحة تحت الاحتلال الإسرائيلي، الشق الغربي منها منذ عام 48 والشطر الشرقي منها احتل عام 67، ومنذ ذلك الوقت يتعرض المقدسيون لإجراءات قاسية، إجراءات تقيد حتى حرية التعبير، التظاهرات، كل الفعاليات الوطنية تقمع في مدينة القدس. وفي يوم كهذا عندما من المفترض أن يتحضر المقدسيون لاستقبال أسراهم بحرية يقيد على المقدسيين، لأنهم دائما ما يدفعون ثمن احتلال هذه المدينة، يمنعون من الصلاة في المسجد الأقصى، يتعرضون للاعتداءات عندما يكون هنالك مناسبات كالإفراج عن هذه الأسرى، أيضا يكون هنالك إجراءات خاصة تبين خصوصية مدينة القدس تحديدا القدس الشرقية. بالتالي هذا اليوم على ما يبدو أن الاحتلال الإسرائيلي سوف يمنع التجمهر،
سوف يمنع الاحتفالات، سوف أيضا يقيد عائلات الأسرى المنوي الإفراج عنهم بشروط قد تصل إلى منع إجراء المقابلات الصحفية. وأصلا كان عدد من الأسرى من ذوي الأسرى المقدسيين المنوي الإفراج عنهم قالوا للصحافة أنهم تعرضوا للترهيب، أنهم تم استدعاؤهم للتحقيق، وهنالك ترهيب ممنهج تعرض له عائلات الأسرى المنوي الإفراج عنهم تحديدا في مدينة القدس. وكما ذكرت الحديث هنا اليوم عن الإفراج عن 39 أسيرا فلسطينيا، 24 أسيرة و15 أسيرا طفلا وقاصرا، من بين هؤلاء المفرج عنهم سيكون عدد من القدس الشرقية زاهر.